احنا اتعرض علينا مشروع ممتاز جدا. فريق اكتس كان عندهم فكرة مجتمعية عظيمة جدا لإنتاج سماد عضوي من المخلفات الزراعية والحيوانية، عبارة عن منتج ممكن استخدامه في المنتجات الزراعية عموما، بيستخدموا في قشر البيض وقشر الموز لأنها غنية بالمعادن والأملاح. الحقيقة خدنا مرحلة اتدرب فيها الولاد عن طريق الفريق، ودلوقتي أصبح في إنتاج للمادة دي، وبدأنا نتسوقها كمان في بعض الأندية والأوساط. واللي عجبنا في المشروع أنه قابل للتكرار والزيادة على مستوى مصر، كمان بياخد عدد كبير من أولادنا ذوي الاحتياجات الخاصة، ودي يعني حاجة عظيمة جدا. احنا بنسعى إن أولادنا اللي كبروا متأهلوا عندنا في المركز يتوفر لهم مجال يطلعوا فيه طاقتهم وإبداعهم ويكونوا مفيدين ومنتجين في بلدهم. فكرة المشروع جت إن الولاد بدأ سنهم بيكبر، قدراتهم بتتطور معهم، فكانوا محتاجين مشروع أو شيء مهني إن هم يبدأوا يشتغلوا فيه، يدوهم شيء من الثقة بالنفس والاعتماد على نفسهم، تمكنهم اقتصاديا واجتماعيا في المجتمع. فقد ايه هم بيبقوا فرحانين باثناء الشغل، حاسس ان هم لهم دور في المجتمع، لهم دور، بيقوم كل يوم محتاجين ان هم يحسوا ان هم يقدروا يعملوا شيء. فجت فكره المشروع هنا كمدخل الدمج، وايضا جت نهايه التدريب على مدار سنين طويله لهم. اول حاجه جبت البيض وحطيته في ميه، وبعدين تاني حاجه جبت الخل والليمون وبعدين حطيته، وتالت حاجة أجيب البيض وأصفيه كده وبعدين أحطه كده، وبعدين رابع حاجة يتحط في الفرن، خامس حاجة يتطحن، سادس حاجة يتطحن في الخلاط. السماد دي طبيعي 100% من المخلفات الطبيعية ديت. دي مكونات أصلا قش البيض على قش الموز على بقاية القهوة، نخلطهم مع بعض ونكيسها ونوزنها ونحطها في اكياس. السماد الطبيعي عمل نتائج كويسه جدا، سواء بقى على ان احنا حاولنا نختبره في معامل معينه، جربناه على الارض الواقع في مشاتل وفي اراضي زراعيه، فده كله كانت النتائج بتاعته كويسه جدا، وبدانا ان احنا نعمل منه باكج وان احنا نحاول نبيع منه وان احنا نعمله تسويق بشكل معين، والموضوع كان كويس جدا في السوق. والمفروض المشروع هدفه الاساسي ان هو يحسن حياه المجموعه اللي احنا اخترناها، المجموعه عندها متلازمه داون وتوحد، تحسن حياتهم من ناحيه لناحيه، مش بس ماديا او بس ان هم يلاقوا شغل معين، على قد من ناحيه ان هم يتعاملوا مع الناس، من ناحيه ان هم يحسوا بنفسهم، ان هم يجربوا حاجات جديده. فده كان هدف من اهداف المشروع. بتتوقع هيئه الارصاد الجويه